الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يكون الجميع بألف خير وصحة وأمان. بالنسبة للمحاضرة رقم 13 وصلنا لها، اللي هي الأفهم دي موديليشن. بالمناسبة الطلاب، أنا خليت هسه الرابط مال الزوم في أعلى المودل الصورة، يعني راح أخليه حتى للتذكير، أخليه ويا كل مكان يجينا. بس إحنا اتفقنا بأنه راح يصير الجدول على باعتبارنا للمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، راح يكون جدول بالزوم، يصير لايف. فأنت إن شاء الله بعد من المحاضرات القادمة، محاضرتك الساعة 12:30، محاضرتك الساعة 6:30 بالنسبة لأبو المسائي، راح يكون عندك لايف تحكي، يعني نجي نحكي بموضوع اللايف بالمحاضرة. محاضرتك الساعة 8:30 أو 2:30 بالنسبة للمسائي، فراح تنتظر محاضرة ريكوردد. أوكي، فصار واضح الآن إن شاء الله. صرنا الآن الـ FM Demodulation. طبعا الـ FM Demodulation إلى فد أنواع متعددة، يختلف عن الـ AM Demodulation. الـ AM Demodulation النوع الأول اللي هو اللينير، بحيث أنه هواي طرق بتستعمل لعملية ديموديليشن، مو نفس الطرق. كانت طرق بسيطة بالنسبة للديموديليشن المستخدم بالنسبة للأيام. كانت الديموديليشن المستخدم للأيام كنا نستخدم فقط انفلوب ديتكتر. بالنسبة للتراديشن أي أم كنا نسميه النون كوهيرنت. وهنا بالنسبة للدبل سايد والسنجل سايد سبرست كنا نستخدم اللي هو السنكرونايزد ديموديليشن. أما هنا لا، نحتاج في الطرق أكثر تعقيد بالنسبة للطرق المستخدمة بالنسبة للأف أم، بناء على طبيعته، لأن هو في التردد زاوي ممكن أنه نسوي البرودكشن، بعدين من نسوي عملية الاسترجاع الإشارة لابد تمر عبر عدة مراحل حتى نسترجع الإشارة الأصلية. أكو هواي طرق، بس إحنا هنا عارضين عدد من هذه الطرق، مو كل الطرق اللي معروضة. فهنا طريقة اللي هي الـ FM to AM conversion، يعني شنو نسوي؟ نحول شكل الإشارة من FM إلى AM. شلون نحولها؟ تدخل الإشارة المودليتد، الأنجل مودليتد عبر الليمتر، والليمتر راح يدخل عبر ديفرنشيتر، وبعدين يدخل على الناتج من ديفرنشيتر يدخل على انفلوب ديتكتر، بحيث تطلع لي شكل الإشارة الأصلية. فاحنا نعرف الستاندرد كويجن مالت الاف ام هي هذه، الاكس اوف سي اللي هي الاي سب سي كوساين اوميجا سي تي زائدا الكي سب اف انتجريشن من ماينس انفينيتي الى تي اكس اوف تي دي تي. فهذا من ندخله على ديفرنشيتر، ايش راح يصير؟ طبعا الليمتر هو راح يحدد، خاف انه اكو فد اشاره طالعه اشاره نازله، فعلى اعتبار رياضي ما راح يأثر هنا الليمتر، راح يدخل عند الديفرنشيتر، اشتق هذه بالنسبة للدي اوف تي. فش يصير الاشتقاق؟ اشتقت الزاوية، طبعا هذا كونستنت، واشتقت الزاوية يعني راح يصير اوميجا سي يبقى زاد الكي اف اكس اوف تي، زين، على اعتبار انه التكامل ياخذه كي اف هو كونستنت يبقى ثابت. ساين مشتقت الكوساين، مشتقة الكوساين يصير ساين أوميجا سي تي زائدا كي سب الاف، يعني هذا هو القيمة نفسها تنزل على اعتبار انه نفس التعبير. وهنا طبعا هو ناقص ساين، المفروض هسه مو مشكلة، هسه جاي اغيره من شكل المحاضرة. ناقص ساين، والناقص ساين هو ساين ثيتا ناقص 180، هذا الستاندرد اللي نعرفه. فصير هذه كلها ناقص 180، هذه الخارج من الديفرنشيتر. هذا الامبليتيود هو يمثل لي كأنما الامبليتيود مال الاي ام ويف، والانجل راح يمثل لي كأنما الانجل مال الاف ام ويف. زين، حتى نسوي دي موديليشن لهذا السيجنال راح يمر عبر الانفلوب اي ام اللي تعرفنا عليه.
الانفلوب شو يسوي؟ راح يشيل لي الهاي هارمونيك، فهذا الاي سي من اضربها لاوميجا سي، والاي سي لابد ان اضربها بهذا التوتال كلها. فش راح يصير الهاي هارمونيك؟ الهاي هارمونيك راح يشيل هذا التعبير كله، على اعتبار انه هذا الساين تردد عالي، التردد العالي يرفض اللو باس فلتر، فما راح يطلع عبر اللو باس فلتر، راح يبقى لي فقط هذا التعبير من اللو باس فلتر. زين، فيبقى اي سي اوميجا سي زائد اي سي كي اف اكس اوف تي. طبعا ايضا هذا هم راح يعبر عن طريق انه هو يحتوي على اوميجا سي، والاوميجا سي هو في التردد عالي جدا، فما راح يعبر ايضا عبر اللو باس فلتر، فيطلع لي فقط الاي سي الكي سب والاف الاكس اوف تي اللي هو شكل الاشاره الاصليه لكن تحتوي ملحقات وياها. فهذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي اسمها الفيس شيفت ديسكريميشن، فيس شيفت ديسكريميشن اللي تدخل اكس اوف اكس اللي هي الاشاره الموديليتد تدخل عبر مالتي بلاير ويا من ويا فيس شيفت نتورك، ويا فيس شيفت نتورك يصير بيناتن مالتيبليكيشن، تطلع هنا قيمه نسميها في اوف تي، اخر شيء تعبر تمر عبر لو باس فلتر واطلع الاشاره، نسترجع الاشاره اللي نريد نسترجعها دي موديليتد. طبعا اذا بدينا بهذه الطريقه الاكس سي اوف تي نعرفه انه هذا الصيغه مالته، ف الاكس بار اوف تي اللي هي اللي صار بيها فيس شيفت، فيس شيفت يعني الكوساين تنقلب ساين. زين، الفي اوف تي هي هذه الاشاره مال الاكس سي اوف تي اللي صار بيها فيس شيفت يعني حول الكوساين الى ساين، مضروبه بالاشاره الاصليه نفسها، راح يطلع الاكس سي اوف تي في الاكس سي اوف تي بار. زين، هذه راح تدخل ايضا راح يصير بيناتنا عمليه الضرب، فعمليه الضرب بعد انت راح تظل يمك هي شغله رياضيات، فالناتج مالتها راح يكون ساين في الكوساين، فراح يصير فد مقدار كبير، انت المقدار اللي يهمك اللي راح يطلع عبر اللو باس فلتر يشيل لك فقط الهاي هارمونيك ويطلع لك شكل الاشاره الاصليه اللي هو الاشاره اللي انت رايدها تسترجعها للديموديوليتد. فهذين الطريقتين اللي ناقشناهن اللي هي الفيس شيفت هو الطريقه اللي هي الاف ام تو اي ام كونفرشن. طبعا اكو وايد طرق اخرى مثل طريقه الزيرو كروسنج وطريقه البي ال ال فيس ليفت لوب والبالانس ديسكريميتر اللي هو الفوستر سيري ديسكريميتر. هذه انا فقط مساعدك بالرسم مالتهن، فقط معطيك اياهن الرسم مالتهن شوفهن، لكن ما يعني ما راح نحتاج ان نشرحهن او ندخل في تفاصيلهن. فقط انا اخذت لك هذين الطريقتين بالبدايه كامثله، اما الطريقتين ذني فما راح ندخل في تفاصيلها، فقط تطلع عليها انه هن طرق تعرفهن مباشره عقب من اقول لك شنو هي الطرق، تقول لي ذني ممكن الطرق اللي متوفره لل الطرق الاخرى خلينا نقول المتوفر للاف ام دي موديليشن اضافه للطريقتين اللي سبق ان ناقشناها. هسه من اخذنا هذه الاعتبارات وشفنا انه حسبنا باندويث وحسبنا باور، لكن ما اخذنا تاثير النويز، ما حسبنا تاثير النويز. وين تاثير النويز من هذه العمليه كلها؟ وين النويز من الستوري كلها اللي جينا عليها بهذه التفاصيل؟ احنا كنا نحسب الباور ماس سيجنال ريجاردلس قيمه النويز ايش قد، يعني ما كنا ناخذ اعتبار النويز ايش قد، نحسب قيمه النويز ما كنا ناخذها في نظر الاعتبار. فعلى اعتبار انه هو موضوع مستقل، الموضوع المستقل هو حساب قيمه النويز بالانالوج كوميونيتي، هذا موضوع مستقل. قيمة النويز بالانالوج راح يأثر لي بقيمة السيجنال تو نويز ريشيو اللي عرفناها على الاوتبوت ريسيفر، اللي يسوي لي ديموديليت للامبليتيود او الموديليت سيجنال، وحتى نسوي ايفالويشن كل وحدة راح تجي لها في التعبير خاص للايفالويشن. فهذا نبدي بالايفالويشن مال الباور مال السيجنال مالتي البيس باند سيستمز، وبعدين
نجي إلى طريقة حساب الـ signal to noise ratio لكل وحدة. عفوا، إذا من نجي نحسب شلون طريقة احتساب النويز بالنسبة أو signal to noise ratio بالنسبة للأنالوج linear communication، راح نجي بالبداية نروح على الديموديليشن قبل، لأن إحنا وين يجي تأثير النويز؟ يجي تأثير النويز بالشانل، وين تعبر عبر الشانل راح تدخل على الريسيفر، الريسيفر يدخل على الديموديليتر، وراح نسترجع شكل الإشارة النهائية. فهنا شكل الإشارة النهائية من يسترجع عندي راح يكون بأكيد فد باور مال نويز. فالنويز باور هنا ممكن يعطى، هو عبارة عن integration للباور سبكترال density of النويز اللي يساوي ال n نوت على 2، هذا الباور سبكترال density of النويز. وحدود التكامل مالته راح تكون حدود الكتوف فريكونسي مال لو باس فلتر. الكتوف فريكونسي مال لو باس فلتر هو يساوي قيمة الأثم، يعني التردد مال الإشارة الأصلية، هذا اتفقنا عليه، هذا المبدأ انه يعبر لي فقط الأثم الإشارة الأصلية. فمن ناقص أوميجا إلى أوميجا للنويز باور سبكترال ديسنتي، فهذا ايش راح يصير؟ 2 اوميجا في ان نوت على 2، فيطلع الريسيفد باور ايش قد راح يصير؟ ان نوت على اوميجا. هذا النويز باور عند الريسيفر. النويز باور عند الريسيفر شلون طلعناه؟ بتيك الانتجريشن مال من؟ مال الباور سبكترال ديسنتي اوف ذا اديتيف نويز. زين؟ والتكامل مالته ليش اخذناه من ناقص اوميجا الى اوميجا؟ على اعتبار ان حدود التكامل يتطابق مع الكت اوف فريكونسي مال لو باس فلتر عند الديموديليتر. فهنا اذا اريد اطلع السيجنال تو نويز ريشيو عند الريسيفر ايش راح يطلع؟ الريسيف باور بي ار على النويز، الريسيف نويز اللي هو الان او اللي خلينا نقول الان اوتبوت اللي ايش طلعنا؟ يساوي ان نوت في الأوميجا. هذه بالنسبة للبيس باند، للبيس باند سيجنال تو نويز ريشيو. بالدبل سايد باند سبرس كارير قيمة سيجنال تو نويز ريشيو تساوي قيمة سيجنال تو نويز ريشيو مال البيس باند، وأيضا بالنسبة للسبرس كارير أيضا تساوي قيمة النويز مال البيس باند. أما بالنسبة للتراديشنال AM راح تكون بقيمة أقل، يعني راح ينضرب بالموديليشن إفشنسي، ينضرب بالموديليشن إفشنسي اللي هو هنا موضح بقيمة الإيتا. يعني راح تكون قيمة السيجنال تو نويز ريشيو بالنسبة للتراديشنال أي إم أقل من بالنسبة للدبل سايد باند والسنجل سايد باند. ماشي. أما بالنسبة للأنجل موديليتد فهنا راح النويز وين راح يكون؟ راح يكون تأثيره أبعد شيء، يعني راح يأثر لي بالفريكونسي، راح يأثر لي بالفريكونسي. فبهيج حالة بالفريكونسي عملية الادف نويز راح يدخل وين؟ ضمن تفاصيل احتساب التردد. فالسيجنال تو نويز ريشيو بالنسبة للبي ام يساوي كي بي سكوير في الاي سي سكوير، شوف هذا راح يدخل لين من دخل تأثيرها الانجل على 2 في الباور كارير على ان نوت في الاوميجا العفو في الدبليو، وهكذا بالنسبة للإف إم اللي هو يعطى بهذه الصيغة. فهسه عرفت كل واحد السيجنال تو نويز ريشيو بالنسبة للأنالوج موديليشن شلون ممكن يعطى. هذا أنا معطيك هنا مثال، أكو إشارة أصلية هذا ترددها والباور 16 and maximum amplitude هو 6. أنا أريد أدز المسج destination channel مالتها 80 باوند attenuation، والعدد في نويز سبكترال دنسيتي اللي هو يساوي 10 ناقص 12 وات لكل هرتز، اند وريد نحصل على سيجنال تو نويز ريشيو اتليست اقل شيء 50 دي بي. وات از ذا ريكوايرد ترانسميت باور اند شانل باندويد اوف ذا فولوينج موديليشن سكيمز؟ الدبل سايد باند والسنجل سايد باند والكونفينشنال اي ام. طبعا نعرف انه بس نطلع السيجنال تو نويز ريشيو للبيس باند راح يطلع عن البقيه اللي هو يساوي الريسيفد باور على الان نوت في الدبليو. زين، انا عندي الان نوت على 2 ايش قد تساوي؟ 10 اس ناقص 12. زين، الان نوت ايش راح تساوي؟ راح
راح تساوي 2 في 10 اس ناقص 12. و ال دبليو التردد هنا ايش قد مطيني؟ 10 كيلو هرتز يعني 10 اس 4 هرتز. الريسيفد وور ايش قد مقداره؟ مقداره منطيني او ما منطيني ايش قد يساوي هنا؟ 16 الباور ماكسيمم مات اللي هو 16 هنا ماكسيمم امبليتيود اوف 6 هذا هو الامبليتيود. بس هنا الريسيفد باور ما منطيني اياه، منطيني اياه هو الباور اللي هو هنا اللي هو هنا 16 واط مثل ما هنا موضح زين. بس شو منطيني؟ منطيني قيمه الاتينويشن، قيمه الاتينويشن ايش قد؟ 80 دي بي. فش راح استفاد من قيمة الاتنويشن؟ قيمة الاتنويشن اللي هي شنو الاتنويشن راح تسبب لي اياها؟ راح استفاد منها انه اكو تعبير رياضي اللي هو 10 لوج 10 البي تي على البي ار اللي هو ترانسميت بار على الريسيف بار، فيطلع الريسيف بار هو 10 اس ناقص 8 في البي تي زين؟ 10 اس ناقص 8 في البي تي. ليش؟ لين هنا انا عوضت هنا طبعا القيم 10 2 10 ناقص 12 10 8 10 8 في بي ار على 2 زين، هاي صارت هنا صارت 10 8 سكوير 2. فالبي ار هنا انا ما موجود عندي، وهنا البي ار طلعته 10 ناقص 8 في البي تي. فايش راح يصير؟ اعوض قيمه ال 10 ناقص 8 البي تي في هذه المعادله، تصير 10 ناقص 8 بي تي، فيظل فقط البي تي على 2. هذا هو قيمه البيس باند سيجنال تو نويز ريشيو. بالنسبه للدبل سايد باند سيجنال تو نويز ريشيو تساوي سيجنال تو نويز ريشيو مال البيس باند اللي هي البي تي على 2. وهنا الترانسميتد باور يساوي 100 على 2 يعني يساوي تقريبا 50 دي بي. يعني حولت هذا الترانسميت باور اللي مطيني اياه 16 حولته الى دي بي، يعني حولته من ريشيو الى دي بي، فتحول الى 50. جاي تلاحظون هنا البي تي حولناها الى 10 اس 5 زين. الباند ويث اللي هو 2 اوميجا ما يتغير، 2 في ال تردد مال الاف ام اللي يساوي 2 في 10000 صوتين 10 كيلو هرتز. هذا هو الباندويث 10 كيلو هرتز، يعني 10 في 1000 كيلو هرتز راح يصير 10000 فيصير 20000. بالنسبه للسنجل سايد باند فهو نفس القيمه بي تي على 2 اللي يساوي 200 كيلو وات، والباندويث يساوي نصف يعني فقط اوميجا يساوي 10 كيلو هرتز.